طيب، بما ان الاشقاء في المغرب متابعينا واحنا دايما سعداء دايما بوجودهم ومتابعتنا دايما على مدار الساعه في قناه النادي الاهلي، محضر لهم مفاجاه. اكيد الوداد عنده مباراه مهمه جدا مع الهلال، ودي خطوه قبل مواجهه فلامينجو في نصف نهائي كاس العالم للانديه. ناس كتيره ما تعرفش يمكن فريق فلامينجو بيستعد ازاي للبطوله، هو بطل فريق او بطل قاره امريكا الجنوبيه. يمكن في لقاء مهم جدا معانا، وده انفراد مهم جدا لقناه النادي الاهلي، لقاء مع برونو سبيندل مدير الكره في نادي فلامينجو البرازيل، وده هديه اكيد لكل الاشقاء في المغرب عشان يشوفوا فلامينجو المنافس اللي ممكن يواجه الوداد عقب مواجهه الهلال السعودي. Bom, primeiramente agradecer o convite, é um prazer estar na OAL TV. حسنا، اولا وقبل كل شيء شكرا لك على الدعوه، انه لمن دواعي سروري ان اكون على شاشه تلفزيون النادي الاهلي مع المشاهدين المصريين وان امثل فلامينجو والامه ذات اللون الاحمر والاسود. حسنا، من العام الماضي يقوم الفريق بالاستعداد منذ فتره ما قبل الموسم، لعبنا بعض المباريات الرسميه وهي ايضا عمل المرحله الحاليه والذي نقوم به لكي نكون مستعدين دائما في كل مرحلة. الجميع في فريق فلامينجو واثقون ومستعدون. إنها منافسة صعبة، جميع الفرق المشاركة في كأس العالم تشارك عن استحقاق، أما فلامينجو فسيقاتل بقوة ليخرج منتصرا، هذه هي المنافسة. انظر، لقد كان فلامينجو قويا للغاية في السنوات الأخيرة، إنها كأس العالم الثانية خلال 4 سنوات التي يشارك فيها فلامينجو. كانت هناك كأس العالم في عام 2019 ثم نعود الآن في عام 2023. بالطبع نعود إلى كأس العالم بعد 4 سنوات، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض التغييرات، هناك بعض اللاعبين الذين بقوا في القائمة أو حتى جيرسون فقد عاد، أليس كذلك؟ لقد كان في 19 من عمره عندما غادر والآن عاد، لذلك هناك لاعبون مستمرون مع الفريق وآخرون غادروا بالفعل، لكن النقطة الأساسية كما قلت سابقا هي أن فلامينجو في هذه السنوات يلعب ويفوز بألقاب عظيمة، وبالتالي نأمل تحقيق الانتصارات في هذه النسخة من بطولة العالم أثناء عودتنا للمشاركة بعد 4 سنوات. نحن على يقين من أن الفريق جاهز ونأمل أن يحقق نجاحا أكثر مما كان عليه في نسخة عام 2019. إن التتويج بالبطولة كما تعلمون إنه أمر صعب للغاية، مرهق للغاية، لكن هذا التتويج هو هدفنا. طموح فلامينجو هو هذه المشاركة المحددة في كأس العالم 2023 والتي هي هنا. تتمثل مهمة فلامينجو بشكل عام في المشاركة دائما في جميع المسابقات، وأن تكون بطلا لا يمكن أن يكون الأمر مختلفا. من يعمل هو من يلعب هو المشجع، هم جزء من الحمض النووي لفلامينجو. الطموح للفوز دائما، أن تكون بطلا بغض النظر عن مسمى البطولة، هذا هو الطموح الذي لدينا هنا في مونديال الأندية. ونحن أيضا نحترم دائما جميع الخصوم الذين هم أكثر راحة وطموحا وثقة، كل شخص هنا في النادي يفعل ذلك. إنهم أبطال يواجهون بعضهم البعض، إنها المباراة الأولية في البطولة، مرحلة قبل بدء فلامينجو البطولة. إذن هل لديك لهذه المباراة أي أفضلية؟ سوف تقوم بالبحث عنها في المباراة للتحليل. انظر، أنا لا أفعل هذا، لا أحب أن أشير إلى أي أفضلية مرة أخرى لطرف على آخر. إنه تكرار لما قلته بالفعل هنا في المقابلة بأكملها، كل الفرق المشاركة في كأس العالم قوية جدا، وليس هناك فريق له أفضلية، إنهم أبطال في قاراتهم وهم في كأس العالم، وصلوا بجدارة إلى كأس العالم. لقد أظهروا بالفعل أن الجميع متواجدون عن استحقاق، ويمكن لأي فريق الفوز. نظرا لأنه كان يوجد مفاجآت في كأس العالم للمنتخبات الذي رأيناه مؤخرا هناك بين المنتخبات التي شاركت، هذا الاحتمال متواجد في هذه النسخة أيضا، خاصة أن البطولة تعتمد على منافسة خروج المغلوب، أليس كذلك؟ إنها مباريات حاسمة والحظ بها يلعب دورا في اتخاذ القرار لحسم النتيجة النهائية. المباريات تكون 90 دقيقة، فقد يكون هناك وقت إضافي، ركلات جزاء، لكنها حاسمة، يتم تحديد كل شيء بسرعة كبيرة بالتفصيل، وهذا هو السبب في أنه أكثر من أي وقت مضى. في النهاية يمكن لأي فريق أن يتوج بها، ولكن مرة أخرى كل من هناك هو هناك على أساس الجدارة، فهم أبطال قاراتهم، وهذا هو السبب في أنها منافسة صعبة وصعبة للغاية، والطريق للوصول إلى تلك المنافسة لا يقل صعوبة عن صعوبة المنافسة نفسها، فإن كل من هو موجود هناك قد تواجد عن جدارة ولديه كل الفرص ليكون بطلا. quanto à própria competição. Então, todo mundo que está ali por mérito e tem toda a chance de ser.